أحمد بن ماجد منظر علم الملاحة العربي وصاحب الاكتشافات الجغرافية وواضع نظريات جددت رؤية الجغرافيين القدامى إلى المحيط الهندي ومبتكر المصطلحات العربية في علوم الملاحة. من هذا الجانب حرصت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على إبراز الدور التاريخي لهذه الشخصية العمانية، فقد اهتمت الهيئة بإصدار كتاب عن أسد البحار العماني أحمد بن ماجد، ونظراً لهذه الشخصية من أهمية في مجال الملاحة البحرية وما خلفه أيضاً من إصدارات ومن كتب في الملاحة وعلوم البحار وما قام به من دور مع في إطار الدور العماني والبحار العمانيين. كشفت هذه الدراسة مجموعة من التساؤلات حول الملاح العماني أحمد بن ماجد، كما أجابت على مجموعة من التساؤلات التي تكتنف هذه الشخصية. هذه الدراسة دراسة تحليلية لكل ما قيل عن شخصية أحمد بن ماجد، وكذلك ما أضافه أحمد بن ماجد من في مجال علم البحار، في مجال علم الفلك، وأيضا ما أضاف أيضا استفاده من البحارة بعد أحمد بن ماجد. وبالتالي أردنا من خلال هذه الدراسة ومن خلال هذين الجزئين إضافة جديدة نقدمها إلى الباحثين والدارسين ورفد المكتبات العربية والعالمية. وقد ختم الباحث دراسة شخصية الملاح العماني بمجموعة من التوصيات والمقترحات لدراسة بعض المشكلات التي تعترض البحث في شخصيته وإعداد مخطط للبحث عن أعماله المنتشرة في مختلف الأماكن من العالم.